السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. أنا هوريكم دلوقتي الدكر من نتاية والفرق بينهم. يعني في نوعات من الدكورة زي المرقرش اللي قدامنا ده كده، ده بيبقى دكر. اللي وراه سادة خالص بتبقى نتاية وجوزها بيبقى برتقاني، خدت بالكوا؟ دي نوعية من نوعيات الدكورة. في برضو معايا دلوقتي أنا هوريكم نوعيات تانية من الدكورة زي اللي جوه خالص ده اللي خده فيه برتقاني، ده دكر، واللي جنبيه دكر، واللي في الأولى في الأول دي نتاية، خدت بالكوا يا جماعة؟ في كرة ما بتبانش إلا من جوزها، يعني زي ما هوريكوا دلوقتي بيبقى أبيض خالص، بيبقى شبه النتاية بس بيبقى جوزه طبعا أحمر أوي، زي اللي في النص ده كده، ده دكر، واللي جنبيه نتاية. دي أنواع من أنواع الدكورة مختلفة في الأشكال، يعني بوزه أحمر خالص زي ما انتوا شايفين أهو، ده النتايتين، ده دكر، اللي بيميزه وبيعرفه هو بوزه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.